الحمد للرحمن ذي البركات جزل العطاء ومر بالصدقات، أذن الكريم بمنه وبفضله وبلطفه كم ينزل الرحمات. في هذا اليوم يوم الجمعة نفتتح مسجد الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الخالق رحمه الله، دولة اليمن، محافظة إب، مديرية السياني، منطقة البغدة. لا أنسى في الأخير أن أكرر وأكرر شكري لمن كان له الدور البارز في بناء هذا المسجد وعلى رأسهم جميع الحكمة الخيرية الكويتية، وإلى مهبي الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق جزاكم الله خيرا. تزدان بالخيرات وتجود نفس الخيرين بمال تلقاه غرسا طيب الثمرات، كل الأيادي البيض فيها أجمعات لا ترتضي عن لحمة. كما نشكر محبي العلامة عبد الرحمن عبد الخالق رحمه الله في دعمهم لمثل هذه المشاريع الخيرية، فجزاهم الله خير الجزاء. بنيان صارح شيد اللبنات.